السلام عليكم يا شباب. فيديو جديد. الفيديو ده بخصوص ايفنت جديد تقدر من خلاله تجيب قصائم الشخصيه. قصائم الشخصيه رجعت تاني وتقدر تجيب كونات كلاسيك كتير. اول حاجه الايفنت ده موجود فوق علامه الايفنت بالظبط، تمام، في الصور اللي هي بتتحرك دي. كل اللي عليك اللي هتيجي على هاوس اوف هورر او اللي هو بيت الرعب. اول ما تخش على الايفنت هتلاقيه موجود قدامك بالشكل ده، عباره عن بيوت. كل اللي عليك ان انت بتجمع القطع اللي هي قطع البوبوني اللي هي باللون البرتقاني وبتفتح الاماكن دي. طبعا كل ما بتفتح اماكن فيها سكنات وبتقدر تجيب منها القطع اللي هي الاشباح اللي باللون الابيض دي. بعد كده بتخش على كلمة انطلق. كلمة انطلق دي اللي فيها موجودة المهمات اللي تقدر منها تجمع القطع. تمام، بيطلب منك يا زلمة 4 لاعبين بتجمع 50، بتقعد 60 دقيقة بتجمع 50 برضو، بتجمع متيم معاك في الاصدقاء وتلعب ماتش بيديك 50. بعد كده اخر حاجة ممكن تلعب 3 ماتشات بيديك 100. احتمال المهمات تختلف عندك او تبقى نفس المهمات دي. تمام، عن طريق ان انت بتخلصها هيجيلك كل القطع دي. بعد كده مجرد ما انت جمعت القطع دي هتلاقي ان في عندك قطع زياده، مثلا عندك 100 قطعه هنا 50، هتلاقي مجموعهم حوالي 250. طيب القطع بتجيلك هنا عن طريق فوق كلمه استلام، هتلاقي موجود اللي هي 50 من 50. تمام، بتدوس عن طريق كلمه استلام بتلاقي القطع اتجمعت فوق. عايز انت تزود المساحه نفسها اللي انت تقدر تجمع فيها قطع اكتر، بتدوس على علامه السهم اللي موجوده جنب القطع، بتلاقي موجود انك تقدر تفتح اماكن اكتر عن طريق السيلفر، يعني مثلا تفتح 50 كمان. هتلاقي هنا موجود عندك تقدر تجمع لغايه 100، لان في حاجات موجوده 400، حاجات هنا 200 تقدر تفتحها، او عن طريق ان انت بتجمع نفسها، يعني مثلا هنا بتجمع 100، هنا بتجمع 50، فنفس الفكره. فكده ان انت لازم تصرف من السيلفر وتفتح مكان زياده، لان في بتقدر تجمع مثلا هنا 100 قطعه، ولو انت عندك 50 مش هتقدر تجمعه. تمام، فكل اللي عليك بس هتدوس هنا ممكن تفتح مكان اكتر، بس انت بيتهيألي مش هتحتاج اكتر من 100 او 200. فهي بتمنها بسيلفر رخيص، يعني حوالي 10 او 20، كلها 30 تقدر تفتح لغاية 150. فمجرد ما تخلص المهمات اللي هي مطلوبة منك في كلمة انطلق، كل ال4 مهمات دي، هتلاقي ان انت جمعت تمن القطع او المكان البيت اللي هو تقدر تفتحه على الخريطة. تمام، البيوت دي اللي هي تمنها 200، كل ما بتفتح واحد بيديك اللي هي سواء لبس او في جوائز اللي هي بتبقى في مثلا هنا اللبس ده مش عارف الصراحة مؤقت او دائمي، وفي برضو سكن الاوزي مؤقت الصراحة او دايما مش عارف، لغاية دلوقتي مش مكتوب هنا. مجرد ان انت جمعت القطع اللي هي البونبوني دي اللي هي موجود منها 50 عندي دلوقتي، تقدر تفتح اللي هي الحاجات اللي موجودة على الخريطة، بتشوف تمنها موجود كام، مثلا هنا ب600 هنا ب200، وبتقدر تفتحها. تمام، مجرد ما انت فتحتها هيجيلك اللي هي القطع من الشبح الابيض. هتلاقي مثلا بعديها كل شوية، كل 10 دقايق او كل ربع ساعة بدأ يجيب لك من القطع دي عن طريق ان انت بتخش تلمها اللي هو الشبح ده. تمام، بعد كده بتيجي لما بتفتح برضو بيجي لك مكان الدعوة ده، تقدر تعمل دعوة للاعبين من الناس اللي موجودة عندك، وبيجي لك من القطع اللي هي المصاصات دي اللي بتفتح منها الأماكن البيوت اللي موجودة على الخريطة. طيب دي الدعوة ازاي بتعملها؟ لو حد هيبعت لك دعوة هتلاقيها في كلمة الرسالة فوق اللي تحت السيلفر بالظبط دي. مثلا انت ممكن تعمل قبول هنا، بتلاقيه بيجيب لك قطع ليك انت كمان، يعني ده بالنسبة لو انت بعت او اتبعت لك. تمام، بتخش على المتجر ازاي بقى اللي تجيب منه القطع الشخصية او القصيم. كل اللي عليك بتخش على متجر الخدع. تمام، المتجر الخدع ده عبارة عن ليفلات، كل ما بتفتح ليفل زيادة فيه بيفتح لك سكنات ان انت تقدر تشتريها بالقطع اللي هي قطع الاشباح دي. قطع الاشباح بتجيبها عن طريق البيوت، كل ما بتفتح بيوت اكتر البيوت دي بتجيب لك القطع نفسها بتاعت اللي انت بتلمها، القطع البيضة بتاعت الاشباح. تمام، والليفل بترفعه عن طريق اللي هي البونبوني اللي هي علامته بالبرتقاني دي. فبس كل اللي عليك ان انت بتجمع القطع دي وبتعمل لها ليفل اب. ليفل اب مثلا يعني هنا انا عندي موجود لغايه ليفل 2، قطع الشخصيه موجوده في ليفل 3، بعد كده عندك لغايه ليفل 10 لغايه الكوبون الكلاسيك. كل ما بتعمل ترقيه مثلا هنا كده انت رقيت الليفل. تمام، ترقيه تاني كده اتفتح لك لغايه ليفل 3. كل بس اللي عليك ان انت بتعمل ترقيه وبتجمع لك ليفلات اكتر اللي انت عايزها. مثلا لو انت عايز قطع الشخصيه بتفضل تعمل ترقيه لغايه ما توصل لليفل 5 عشان تقدر تشتري قطع الشخصيه. عايز كوبونات برضو بتفضل ترقي لغايه ما توصل لغايه الكوبونات. بتاكد ان انت رقيت بس اللي هو متجر الخدع ده لغايه الليفل اللي انت عايزه اللي تقدر منه تشتري قطع الشخصيه او سواء الكوبونات الكلاسيك. وبعدين قطع الاشباح دي بتجيلك عن طريق البيوت اللي بتفتحها اللي موجوده على الخريطه اللي هي سعرها 200 او 400 او 600. كل ما بتفتح البيوت دي بتجيب لك اللي هي قطع الاشباح. بس ده كل الايفنت اللي موجود اللي تقدر منه تجيب القطع الشخصيه او الكوبونات الكلاسيك اللي موجوده. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو مش مشترك اشترك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة.